دانا مرحبا بجميع المشاهدين والمتسبين الاوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العرائش. كنحيو جميع المشاهدين اللي كيشاهدونا سواء من داخل ارض الوطن او من خارجه في هذا البث المباشر، وتحيه للجميع. نتمنى انكم تكونوا على ما يرام. اكيد دانا كنتوجه الان بشارع جنان باشا المعروف شارع عقبه بن نافع في الجوله الليليه عبر شوارع وازقه المدينه. نشوفوا الاجواء وكذلك شوفوا ساكنة المدينة واش ملتزمين قرار حظر التجول أو لما مصوفينش. لأن كما كتشاهدوا متبعين الأوفياء الناس باقيين خارجين رغم قرار ديال حظر التجول الليلي. بعض ساكنة المدينة خارجين الشوارع بعد التاسعة ليا. مرحبا بكم في شو الاشاره. ندوزو شو الاشاره خير جديد بطبيعه الحال. ندوزو شو الاشاره ندوزو خير جديد. الا كنتي انت تما خاين ندوزو حنا ماجن. نمشيو لشو الاشاره. شو الاشاره اش من جهه خير جديد بالضبط؟ اخر جديد قال لنا اجي عندنا شو الاشاره. نمشيو لعندو شو الاشاره. إذا كنحيو جميع المشاهدين اللي كيشاهدونا وتحية للمتتبعين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري. نتمنى أنكم تكونوا على ما يرام. أكيد جامع جديدة. نمشيو لجامع جديدة كما قال أخو. إذا كنحيو جميع المشاهدين في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. نتمنى انكم تكونوا على ما يرام. اكيد متبعين الاوفياء في هذه الجوله الليليه. الناس باقيين خارجين. الناس باقيين خارجين كما كتشاهدوا اكيد متبعين الاوفياء. كنتوجهوا الان بشارع او جنان الحراق معروفه بالسويقه. نمشيو اكيد شوفوا اش وقع جمع جديده وشو الاشاره. الناس باغا كتبيع للاسف الشديد. البياع والشرايا باغين كيبيعو. للاسف البياع والشرايا البائع المتجولين باغين خدامين باغين كيبيعو. حنا ما كنحسدو حد ولكن بغينا كلشي يحل. بغينا كلشي يبيع ويشري ماشي البعضين خدامين كيبيعو ويشريو والناس الاخرين صادين عليهم. حنا بغينا الجميع يبيعوا الحوانت ولا الكرارس الخضاره اي واحد يخرج يبيع. يعني تكون على العموم ما تكونش غير على فئه من الفئات. يعني ناس وحدين مطرقان عليهم ناس وحدين مصادين عليهم المحلات التجاريه ديالهم والباقيين كيبيعوا ويشريوا. استرزقوا الله راه كلشي مضرور كلشي كيغوت الله يحسن العون. ولكن هذه الظرفيه هذه كاين قانون كاين حظر التجوال الليلي ابتداء من الساعة 9 ليلا. السلطات كدور كدير الدورات ديالها كما كنقول كدور كدير الواجبات ديالها كتصد المحلات. ولكن كاين بعض سميتو كاين بعض ديال البيع والشراية باقا فرون بان ديال اتصالات ساحة الحضيقي او ساحة الشهداء. هذه رسالة كنوجهوها للسلطات المحلية باش تدخل لان يحلوا كاملين ينسدوا كاملين. بالنسبه للاخوه اللي كيعلقوا كيقولوا اش بغيتي ليهم، حنا ما بغينا لهم والو، حنا بغينا المحلات كاملة يحلوا والسواق الاخرين كيعانيوا. شي هذا راه ماشي ما يبغي حتى واحد. قانون خصو يطبق على الجميع.
كما قلت القانون خصو يطبق على هنا الان كتوجدوا جامعة جديدة صور الاشارة كان اعتذر التليفون قطع عليه بغينا القانون اكيد يطبق على الجميع ماشي يدخل بحالو ديورو ماشي البعض خدام والبعض ساد راحنا في صول الاشارة الدنيا باقا عامرة هنايا وكاين بعض المحلات اللي للاسف حلولين فاتحين نتمنى انكم تبارطاجيو متبعين الاوفياء نتمنى انكم تبارطاجيو تحياتي للأخ اش واقع هنا باقي حلنا الحوانت باقا الروينة انا كنشوفو القايدة راه ما جا اللي يبدو كيطرقو لا حيت مقدم جا كعيرة جا ياه هو اللي جا مشيتي سلمت عليه قلتلو اش كاينة ولا هما شافو ديك إذا الآن عبر البث المباشر ديال قناة شوف تي في مباشرة من شور الإشارة جامع جديدة الحساب ما توصلنا به كاين بعض المطاعم وبعض المحلات التجارية اللي باقي مفاتحة للأسف الشديد نبغينا القانون يطبق على الجميع ما يكونش استثناء ما كرهناش أننا نحلو كامل بينا ما كرهناش أن الجميع يخدم كل شيء ترزق الله إذا أنتم كما كتشاهدوا المتبعين الأوفياء راه باقي بعض المطاعم باقي مفاتحة للأسف الشديد هانتوما عاد كيسدوا وباقي معاهم حتى الكليان الله يجيب لهم التيسير الله يعاونهم ولكن هاد الظرفية هادي كتحتم علينا أننا كامل بينا نسدوا مع تسعود القانون خصو يطبق على الجميع والسلطات المحلية خصها تدخل خصها تعمل الواجب ديالها ماشي البعض مطرقان عليهم سادن عليهم والناس باغا كتبيع وتشري الظرفية كتحتم علينا كما قلنا متبعين الأوفياء أننا كامل بينا ندخلوا مع تسعود ماشي الساعة دابا 10 وتولوت وباقي بعض المحلات التجارية فاتحين حنا ماشي ضد المحلات انهم ما يبيعوش وما يشريوش ولكن
حنا مع الجميع. الظرفيه كتحتم علينا اننا ندخلوا كامل بين المال السعودي. هاد المحلات التجاريه هادو علاش ما يحلوش؟ حتى هما خصهم يحلوا. كنعاودها وكنكرر، حنا ماشي ضد شي واحد، حنا مع الجميع. نحلوا كاملين، يحلوا المحلات كاملين ولا يشدوا كاملين، ماشي البعض محلول. الجامع جديد شهور الإشارة والناس الآخرين سادين، راه الله يحسن العون الجميع.